سلمى، فقرتنا لليوم كمان كتير حلوة ومهمة. فمثل ما بنعرف انه كتير من البيوت يمكن ما بيخلى من غرفة معتمة، غرفة تانية سلمى ما بيدخلها الضوء، يمكن هذا الشيء بيرجع لتقسيم البيت او حتى الترتيب. كيف بنقدر نخلي هي الغرفة مريحة وانارتها كمان منيحة بالنسبة لنا؟ بالتفصيل مع مهندسة الديكور نور عيسى. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الخير. خلينا نبلش ونحكي هيك عن هي المشكلة. يمكن كل بيوتنا الا ما يكون فيها غرفة ما بيوصلها الشمس، وهالشي بيؤدي لمشاكل بتوزيع الاساس داخلها او حتى بالقعدة، يعني شخص بيتضايق فيها. كيف ممكن تنحل هيك مشكلة؟ هلا اول شغله اللي هي انه الغرف اللي نحن اللي ما بتوصل اشعه الشمس ضروري نتعامل معها بطريقه تانية، يعني ما نعتبرها انه هي شيء بديهي او صاير طبيعي عنا، لا هي لها طريقه تانية نتعامل فيها معها، لانه هي ممكن تسبب لنا مشاكل كثيره. منها اهم المشاكل اللي ممكن تطلع هي عنا الرطوبه اللي بتاثر علينا نحن ك يعني حياتنا على صحتنا وعلى كل شيء، وبنفس الوقت الرطوبه بتاثر على الديكورات. فلا انا بفضل نحن نتعامل معه بطريقه ثانيه، لانه نحن عاده لما الغرفه اللي بنقعد فيها بتكون فايت عليها الشمس بتلاقي الفايب تبعنا هيك كله ايجابي ومبسوطين، بينما نحن لما ما بتكون فايت اشعه شمس بنلاقي حالنا ما أنا مرتاحين او شيء. فلا بالنسبه لتوزيع الفرش ما نقربه يعني نغطي فيه الشبابيك، بالعكس نحاول نستغل اكبر كميه ضوء تفوت على قلب الغرفه اللي نحن قاعدين فيها. شو الشروط الصح لاضاءه الغرفه لحتى نقول انه هي الاضاءه اضاءه صحيحه، ممكن ما بتعمل ازعاج للشخص اللي قاعد فيها او حتى اي شخص ممكن يمارس اي نشاط داخل هي الغرفه؟ هلا نحن بما انه عم نحكي عن موضوع انه الغرف اللي مو داخله عليها اشعه الشمس، في عندنا كثير طرق لحتى ندخل اشعه الشمس على قلب هالغرف. اول طريقه عندنا هي الزجاج المقصى العاكس، المرايا بنحط خارج المنزل بشكل انه تضرب فيه اشعه الشمس بميول معين، بيرجع هذا الانعكاس بيدخل على قلب الغرفه فبتوصل اشعه الشمس ببساطه لعنا. هي اول طريقه. الطريقه الثانيه نحن اذا ما عم نقدر عنا هذا الحل بنقدر بس انه نفتح الشبابيك باقصى قدر ممكن يعني مشان تدخل كل كميه الضوء. هلا الحل الثالث اللي عنا اذا كان نحن بطابق اخير فينا نعمل سكاي لايت او نحن بنسميها هي فتحه سماويه، بتدخل اشعه الشمس دايركتلي من السماء دغري على قلب الغرفه فبتنتشر بسهوله. هلا في شيء كمان صار متطور برا حاليا، هي عباره مثل عن شكل الصحن فيها مثل انكسارات مرايا بتجمع الضوء بتنزله على طريق مثل انابيب بتوصلوه على قلب البيوت، ممكن تكون طابق ثاني واول بتوصل من السطح لعندكم اشعه الشمس مثل ما هي. بتمنى تكون موجوده عندنا قريبا. كمان فينا نحن هي اذا عم نحكي على الاضاءه الطبيعيه، الاضاءه الصناعيه نحن في عندنا السبوت لايت، في عندنا ال اي دي. بهم انه ما نحطهم بطريقه مباشره بوشنا، بتكون هي يعني طريقه مثل مخفيه او متلاشيه مشان ما تكون التاثير تبعها كثير قوي علينا. طيب حكيتي فكره انه الغرف المعتمه بشكل عام بيكون فيها نسبه الرطوبه عاليه، والرطوبه اصلا هي مشكله كثير كبيره بتاثر على اساس المنزل، على الجدران، وحتى على الجو بشكل عام. شو الطرق اللي ممكن نتعامل معها مع الرطوبه خصوصا بالغرف المعتمه؟ هلا انا عاده دائما بيسالوني على صفحتي او زبايني بيقولوا لي انه عندنا مشكله رطوبه، والله جبنا ماده عزله وخلص حليناها. هذا اكبر غلط، اكبر هدر للوقت وللمال بالنسبه للاشخاص. لا انا بفضل نحل مشكله الرطوبه من الاساس تبعها. الرطوبه يا اما هي بتجي عن طريق انه ما عم توصل اشعه الشمس على قلب هالمنطقه لتعقمها، لانه هي بتكون عباره عن تكاثر بكتيريات موجوده بهالمنطقه، او بتكون هي عباره عن تمديدات صحيه موجوده. فلا يعني دائما نحن بنلاقي الرطوبه عم تطلع على جدران الحمامات من برا بالنسبه للغرف او الممرات تبعيتنا. الحل بسهوله نحن نعزل الحمامات قبل ما نحن نحط سيراميك او هدول القصص لحتى نمنع الرطوبه تطلع، بغض النظر اذا اشعه الشمس رح توصل او لا، فالرطوبه بتضل محفوظه او يعني ورا السيراميك ما بتطلع نهائيا. يعني بنعمل العزل تقريبا من ارتفاع 70 ل 90 سم هو كافي لحتى نحمي حالنا ما تطلع رطوبه نهائيا. واهم شغله كمان هي بشوفها كثير بالبيوت السوريه اللي هي الرطوبه بغطوها ببلاستيك او خشب او يلي هو، هذا الشيء غلط، هذا الشيء كله عم يحشي البكتيريا وراها رح ترجع تطلع بعدين مع الايام. فلا نحل المشكله من اساسها، ما نتجاهلها ونحاول نغطيها. تمام. من الاخطاء الشائعه باضاءه الغرفه المعتمه يمكن نور اللي بتشوفيها هي يمكن اكثر شيء منتشره اليوم، كيف وشو بتلاقي الحل لها؟
هلا الإضاءة للغرف المعتمة فينا مثل ما حكيت السبوت لايت ال اي دي، فينا نحط على الحيطان الإنارة المخفية بطريقة معينة بالديكورات تبعتنا. والأخطاء اللي بتشوفيها كثير موجودة بالبيوت من ناحية الإنارة؟ الأخطاء اللي بشوفها أنا إنه بحطوا بيقووا كثير الإنارة بقلب الغرفة بشكل بتصير هي مزعجة، يعني هي ما عادت الإنارة بس مريحة للشخص. يعني إحنا في عنا دراسة للإنارة بتوزيعها بالغرف دائما لحتى هي تضوي بطريقة صح بنفس الوقت تكون مريحة للشخص اللي قاعد. ففي عنا دراسة ان احنا بنعملها كمهندسين ديكور للإنارة بتوزيعها بالغرف حتى تكون مريحة. بحالة نحن عنا يعني الغرف المعتمة انا بفضل الاب داون اللي بنحط على الحيطان، هو بيعطي ضوء لفوق ولتحت، بيقدر ينشر الضوء بشكل متوسط بقلب الغرفة يعني ما يكون مزعج دايركتلي على الشخص. اكيد. طيب كمان في يمكن بعض المواد اللي ممكن نستخدمها داخل الغرف المعتمه وتكون مفيده، يمكن حكيتي انت من برا كيف فينا ندخل الضوء لجوا الغرف المعتمه، لكن بقلب الغرفه نفسها في الوان معينه او في شيء مواد معينه ممكن تنحط على الجدران او تستخدم لحتى تضيء شوي الغرفه؟ هلا اهم شغله لازم نحن نعملها نبعد عن الالوان الغامقه بهيك غرف، نبعد عن الالوان البناني الغامقه والرماديات الغامقه، هي كثير البيوت السوريه بيستخدموها، هذا الشيء غلط. لازم نروح على الالوان الفاتحه كل الوقت، الوان الباستيل، ممكن البرادي انا دائما بنصح فيها ما تكون سميكه، نروح على البرادي الشفاف، الفوال، الشيفون، هدول الشغلات بتعطي هيك مثل اريحيه بالغرفه. حتى السجاده اذا كنا نحن بالفصل الشتوي بفضلها تكون فاتحه. المرايا كثير بتعمل انعكاسات كثير مفيدة كمان بنفس الوقت. الوان الإضاءة أوقات يمكن نور كمان بتلعب دور، بعض الناس يمكن بحطوا الإضاءة الملونة الأصفر والأخضر وهي أساسا مزعجة للعين، كيف إذا كانت الغرفة من الأساس مقتولة أو يمكن ما بيدخل الضوء. هلا بالنسبة للإضاءة أنا دائما بفضل دائما بنصح إنه بعده عن هالألوان الحركة بقلب الغرفة، لا أنا بفضل دائما نحن نضل على اللون الأبيض اللي هو فينا نقول يعني 6000 نحن بنسميه واط، او بالنسبه اذا بدنا نروح على الشمسي اللي هو بين 4 ل 3500، هدول كثير مريحين للعين وظريفين للغرف. بالنسبه كمان للمواد اللي فينا نحطها، بجوز الاكسسوارات تبع الغرفه ضروري تكون لامعه هيك شايني شوي، هلا الانعكاسات كلها بتخدع بتعطي الجو شوي انه الاضاءه بتتحرك بالغرفه ما بتضل هيك معتمه وضيقه. طيب كمان خلينا نحكي عن الشغلات اللي هي بتترافق مع كمان مشكلة اللي بيكون بقلب الغرفة نفسها اللي هي تموضع الأساس، يعني ممكن تلاقي بيحطوا كمان أحجام كبيرة من الأساس، بيقربوها على بعض، بيكتروا إكسسوارات، فبالتالي بتحسيها صارت معتمة ومليانة، يعني فبتعطي شعور بالضيق. قد ايه مهم هي التفاصيل الصغيرة؟ هي التفاصيل كثير مهمة لأنه نحن مثل ما حكيت ببداية اللقاء تبعنا، نحن لما مثلا يكون عندنا شباك صغير وبنروح نحط قدامه مثلا صوفة ثلاثية كبيرة ضخمة، سدت كل الضوء، سدت كل المدخل اللي عم يفوت لعنا، حتى نحن الغرف بالعادة البيوت السورية ما لها البيوت الكبيرة المساحاتها، لما بنحط فيها فرش كبير عم نضيق المساحة، عم تصير كثير صغيرة فما عادت فيها الأريحية. لا انا بفضل دائما يعني ممكن نحط ثلاثيه بس في تصاميم وموديلات بتكون هي انعم ابسط، بتخلي اريحيه بالغرفه والضوء ينتشر ما بتضايق يعني الاشخاص. برايك نوع اتساع الغرفه او مساحتها بيلعب دور بنوعيه الاضاءه؟ اكيد نحن عندنا دائما وقت بندرس الاضاءه او الاناره تبعيه الغرفه، اذا كانت الغرفه صغيره نحن بنحاول نلاقي طريقه نضوي فيها بس ما تكون يعني مزعجه، بالعكس بالمساحات الكبيره نحن بنقوي شده الضوء بس بنخفف الكميات تبعيه الاناره بشكل تكون هي مريحه للعين بس بنفس الوقت عاطيه الهدوء والضوء الكافي للغرف. اكيد. يعني يمكن اليوم ما عم نحكي عن موضوع كثير عائلات مثل ما قلنا بيعانوا من هذا الشيء بقلب بيوتهم، الا اللي بيوتهم عربي يمكن اساسا كان تصميم البيت مناسب لكل الاوقات صيف وشتاء. فخلينا نحكي اليوم عن البيوت الجديده، انا اذا بدي اخذ بيت جديد كيف بدي ادرسه؟ يعني كيف بعرف انه انا هذا اتجاه البيت من هون بيدخل الشمس، مزبوط مكان المطبخ بهذا المكان؟ لانه اوقات بتلاقي بالتصميم في غلط، احيانا بقول لك مثلا هذا البيت الشباك محطوط بطريقه غلط فبالتالي المطبخ بيفوت كل الريحه على البيت او الحمام او ما الى ذلك، هي التفاصيل اذا فينا ننصح الناس فيها. هلا اول شغله نحن مهندسين ديكور وقت ناخذ بيت لحتى نستلمه ونكسيه، اول شغله بنعملها بندرس الضوء من وين عم بيفوت، اذا موزع الغرف جاهزه، نحن اغلب البيوت هون بتجي موزعه فبنكون على حالها. هلا انا دائما بفضل مثل ما انت حكيتي الغرف المعتمه اللي هي دائما العالم بتستخدمها يا اما ستورج يا اما بتحطها
غرف نوم او شيء، هذا الشيء غلط. مثل ما حكيتي كمان الضوء انه لازم يدخل للمطبخ والروائح تنتقل. هلا في عنا طرق نحن سحب للهواء بنحطها بالمطبخ، هي ما بتاثر بالنسبه للروائح، بس انا دائما بفضل غرفه القعده، غرف النوم، المطبخ تكون فايت لهم الشمس. الحمامات نحن اكيد ما عم بتفوت عليهم الشمس عاده، لهيك دائما بتطلع فيهم الرطوبه. كمان بفضل نحن يعني نستغل قد ما فينا اشعه الشمس نفوتها على بيتنا، انه هي كثير مفيده لنا. اخر شغله اللي هي مثل ما حكيت انا، انه في عنا طرق للغرف المعتمه بنقدر نوصل لها الضوء، يعني ما نتجاهلها ونعتبرها خلص هي غرفه منسيه عنا بالبيت. تمام. نور بالختام، يعني في خطوط اوليه لهي الغرفه اللي نحن بدنا نستفيد منها بطريقه صحيه، فشو بتحبي توجهي نصايح لكل الناس اللي عندهم هذا الموقع بالبيت؟ ما نتجاهل هذا الموضوع ابدا، يعني ما نتجاهل الغرفه انه خلص هي والله معتمه نحن هي بنحطها، يعني هي شيء ثانوي عندنا بالبيت، لا بالعكس هي شيء اساسي عندنا، نحن ممكن نتحايل عليها لحتى نقدر نستفاد منها، وبتصير مثل باقي الغرف بنتعامل معها، يعني هي ما شيء نتعامل معه، لا بالعكس في عندنا كثير طرق سهله الحل والتكاليف تبعتها كثير رخيصه، بنقدر نستخدمها وما بتاثر علينا، بالعكس بنستخدمها. اكيد اكيد. بالختام بدنا نتشكرك كثير على وجودك وعلى كل النصائح اللي قدمتي لنا اياها اليوم. شكرا.